Salut mes élèves de la deuxième secondaire. On va commencer notre leçon. Demander et donner son opinion sur des vêtements. Demander et donner son opinion sur des vêtements. Les objectifs de la leçon. On va apprendre le vocabulaire des vêtements. هنتعلم مع بعض الفوكابولير بتاعه الهدوم فيتمون يعني الملابس الهدوم اون فا ديكرير لي فيتمون هنتعلم كمان ازاي نوصف الملابس اون فا ابروندر لو فيمينا اي لو بليرييل دي ادجكتيف دو كولور هنتعلم مع بعض تانئس وجمع الالوان اون فا ابروندر لي ادجكتيف دي زي اسماء الاشاره كده في العربي On va exprimer l'opinion. On exprimer l'opinion. On va Et on va apprendre l'interrogation avec « quel »,« quel double L »,« quel un seul L avec S »,« quel double L avec S »,« en quoi et comment ». Han va apprendre ensemble Quel » ou « en quoi » ou « comment ». Et on va commencer par les noms masculins. Un avis, « avis » vie dire « Par exemple, quel est ton avis? يعني ايه كالي تون افي؟ يعني ما هو رأيك؟ بس ناخد بالنا عشان هنا سؤال جرامير مهم جدا كلمة افي كلمة ماسكولا فلما هسأل عنها هسأل عنها بكل ان seul ال يعني كل بقل واحدة بس والبوزيسيف بتاعها دايما بيكون تون اي موديل يعني موديل يعني موديل vais choisir ce modèle il me plaît بوكو يعني جو في شوازير انا هختار سو موديل يعني هذا الموديل إل me بوكو، علشان ده عجبني أوي بلي يعني عجبني وناخد بالنا ان موديل ماسكولا فهتاخد ديمونستراتيف سو ا مانيكا يعني عارض ازياء مونامي امي اي مانيكا يعني صديقي شغال عارض ازياء شغلته عارض ازياء un client, يعني زبون. لو client demande au vendeur un pantalon noir taille 40. يعني إيه؟ يعني الزبون دوموند هنا بمعنى يطلب بيطلب من مين؟ من البائع أو فوندور يعني البياع بيطلب منه أن بونتالون نوار يعني لونه أسود وناخد بالنا بونتالون ماسكولان الكولور اللي بيجي وراها بيكون ماسكولان زيها أن بونتالون نوار taie 40 يعني tai 40 يعني m s 40 tai 40 en costume يعني بدله je porte un costume gris يعني انا ارتدي بدله gris يعني رمادي un foulard يعني وشاح اللي هو scarf. ma mère porte un foulard rouge ma mère يعني ماما بورت ترتدي ان فولاغ روج هنا اللون الروج كده كده بيمشي ماسكولان وفيمينا في الاخر الترمينيزون بتاعته بتكون او اه. ان فولار روج سواء انا بوصف كلمه فيمينا او كلمه ماسكولان ان موتيف يعني نقشه النقشه اللي بتكون على الهدوم سواء منقط مقلم دي اسمها موتيف quel موتيف preferes تو في هنا كيستيون جرامير مهم جدا اني لما بكون بسال عن الموتيف بستخدم كال ان سل ال كال بقل واحد عشان موتيف كلمه ماسكولا كال موتيف بريفيرتيو يعني ايه النقشه اللي انت بتفضلها ان ستيل يعني نمط ستايل يعني كالي فوتر ستيل يعني كالي فوتر ستيل يعني ايه الستايل بتاعك في اللبس سؤال جرامير ستيل ماسكولا فبتاخد كال ان سيل ال كل ال واحد كالي فاتخ ستيل ان بخي يعني ايه بخي يعني سعر شبه الانجلش بالانجلش اسمها برايس كالي لو بري دو سو بونتالون يعني كالي لو بري دو سو بونتالون يعني ما هو سعر البونتالون ده هذا البونتالون كلمة بري ماسكولان سينجولي حتى لو آخرها إكس ده أصل الكلمة لان الاكس دي بتكون ساعات كتير علامه للبلوريال لكن هنا هي بري كده كده اخرها اكس طيب بسأل عنها بكال ان سول ال كالي لو بري دو سو بونتالون بونتالون كلمه ماسكولين فلما هتاخد ديمونستراتيف هتاخد سو سو بونتالون ان enfant يعني طفل سات enfant اي بافار يعني سات enfant اي بافار يعني هذا الطفل رغاي بافار يعني بارل بوكو ما ننساش بافار دي بارل بوكو عشان بتجيلنا في السيتواسيون بافار يعني بارل بوكو طيب سيت انفون ناخد بالنا مش عايزاكم تنسوا انفون لما يكون وراها ادجكتيف ماسكولان يعني ما فيهوش او يبقى انفون هتاخد سات اللي بتي واحده عشان دي بتاعت الماسكولان سيت انفون اي بافار الآن نبدأ لنون féminins الكلمات المؤنثة Une couleur كلمة couleur يعني لون وهي كلمة فيمينا كال couleur أم تو وده سؤال جرامير مهم جدا couleur فيمينا يبقى هسأل عنها بكال دوبل ال إيه هو اللون اللي أنت بتحبه أو ما هو لونك المفضل couleur بتاخد كال دوبل ال Une armoire يعني ايه armoire يعني دولاب جورونج مي فاتمون دون لارموار يعني جورونج يعني برتب هدومي مي فاتمون يعني هدومي دون لارموار وما ننساش كلمة فاتمون أصلا كلمة ماسكيلا كل الكلمات اللي الإندينج بتاعها إم إو إن تي بيكون ماسكيلا إين أوبينيون يعني رأي نفس معنى كلمة افي بس افي بتاخد كال انسول إل عشان هي ماسكيلا هقول كالي تون افي بقل واحدة لكن اوبينيون برضو معناها رأي لكن هي في مينا فهتاخد كال دوبل ال كالي تون اوبينيون كال دوبل ال عشان اوبينيون في مينا والاتنين بياخدوا بوسيسيف تون هنا البوسيسيف تون علشان اوبينيون كومونس بار اون فوايل كالي تون اوبينيون يعني ما هو رأيك ان تاي يعني تاي تاي ليها معنيين يا اما مقاس الهدوم او معناها القامه هنا في اللسان كل كلمه تاي اللي عندنا معناها مقاس الملابس القامه دي لما اكون بوصف حد عايز اقول ان هو طويل هقول إليه جران او هو قصير هقول إليه بيتي دي كده القامه بس دي مش في اللوسون ده في اللسان ده كلمه تاي معناها مقاس مقاس الملابس Vous avez la taille 3 s'il vous plaît عندك مقاس تلاتة بليز، سيلفو بلي يعني بليز أو معناها لو سمحت. إن ساكاش، ساكاش يعني حقيبة يد نسائية، وما تنسوش إن في كمان عندنا إن ساك بس إن ساك ماسكولان برضو معناها حقيبة، لكن إن ساكاش حقيبة يد نسائية. كل ساكاش بريفيرتيو؟ ممكن جدًا يسألنا. ساكاش بتاخد كال ان سل ال ولا كال دوبل ال يعني هي فيمينا ولا ماسكولا فاحنا نبقى فاكرين اني ساكوش فيمينا فبتاخد كال دوبل ال كال ساكوش tu يعني اي شنطه تفضل إن فات يعني حفله لا فات اي سوبر انا هنا كده بوصف الحفله بقول ان الحفله كانت سوبر كانت رائعة والأدجكتيف سوبر نشونج جامي ما بيتغيرش خالص ولا مع الفيمينا ولا مع البلوريال هو على طول سوبر بيتكتب كده ما بنزودش لا ولا اس اون يعني صورة بار exemple سيت ايماج اي اغريابل يعني هذه الصورة رائعة ايماج فيمينا مع الديمونستراتيف قلت لكم الديمونستراتيف دي زي اسماء الاشاره بتاخد ست دوبل تي علشان هي كلمة فيمينا ست اي اجرياب ان يعني رداء او زي او طقم ناخد بالنا ان هي فيمينا ما ننساهاش عشان مهمة جدا كالي تا تنو سبورتيف في هنا دو كيستيون دو جرامير في هنا سؤالين جرامير اول سؤال اني لو بسأل عن التنو عن الطقم او الزي اللي انا لابسه او حد لابسه بسأل عنه بكل دوبل ال كالي تا تنو ليه كال عشان تنو فيمينا طيب لو عايزه أوصف التنو أقول إن هو زي رياضي هستخدم adjective أقول سبورتيف طب تنو فيمينا يبقى سبورتيف آخرها في أو ال هيكون هو كمان فيمينا عشان بيوصف تنو هقول تنو سبورتيف. اون فيترين واجهة المحل حتى بالعربي إحنا بنقول آه فاترينا إن فيترين دون لا vitrine il y a de vêtements يعني دون لا فيترين؟ يعني في الفيترينا في الفيترين il y a de vêtements يعني yani في هدوم حلوة كتير وكتير هنا علشان ال adjective ده pluriel فمعناه في هدوم حلوة وأكتر من لبس حلو. إليا y a vêtements في سؤال هنا جرامير مهم جدا بو ده يعني حلو أو جميل ده adjectif pluriel adjectif بس جمّة قبل الادجكتيف بلوريال بنستخدم دو مش دي علشان هو بيجيب لنا في الاختيارات اختار دو ولا اختار دي طبعا الدي مع الادجكتيف البلوريال ما تنفعش خالص هي دو امتى اختار دي لو قبل فاتمو على طول فاتمون دي ناون اسم مش ادجكتيف مش صفه فقبل فاتمو على طول لو ما فيش هنا ادجكتيف هختار دي اقول دي فاتمو لكن بو ده ادجكتيف وجاي جمع يبقى دو une ceinture يعني حزام je porte une ceinture en cuir يعني je porte une ceinture en cuir يعني انا ارتدي حزام من الجلد cuir يعني جلد و en, دي بتيجي قدام الماتيريال لما اكون بقول الماتيريال بتاعه الهدوم او بتاعه الاكسسوار بستخدم اون en. en cuir يعني من الجلد la pointure يعني مقاس الاحذيه احنا كده عندنا مقاس الهدوم اسمه لاتاي مقاس الاحذيه اسمه بوينتور والاتنين في مينا يعني الاتنين هسال عنهم بكال دوبل ال كالي فوتر بوينتور يعني ايه كالي فوتر بوينتور يعني ما هو مقاس آه الحذاء بتاعك ايه مقاس الشوز بتاعتك ان ماتيير يعني ماده خام ان كيل ماتيير اي سيت جوب ده برضو سؤال مهم جدا يعني ان كيل ماتيير اي سيت جوب يعني ايه الماتيريال بتاعت الجب دي الخامه بتاعتها كلمه ماتيير كلمه فيمينا فهسال عنها بكل دوبل ال بس في حاجه مهمه اكتر كمان ان عشان دي ماتيريال فبستخدم قبلها أن لان الاجابه عندي بتكون قبلها أن ممكن اقول ان كوتون الاجابه ممكن تبقى ان كوتون يعني ان كوتون يعني من قطن الماتيريال بتاعتها قطن فهتاخد ان او ان جين يعني جينز فلما الاجابه بتكون فيها البريبوزيشن ان قبل السؤال قبل الكل بحط الان ان كل ماتير اي يعني ايه الخامه بتاعتها اون فورم يعني شكل جو يعني جو سوي يعني انا شكلي حلو او الشيب حلو مظبوط دي دايما بتتقال لما يكون حد بيلعب رياضة دي مهمة جدا الفراز لازم نبقى عارفين تكوينتها عشان اقول on بان فورم اني انا شكلي حلو او الشيب بتاعي حلو بستخدم verb être وال preposition je suis en bonne forme. Form كلمة فمينة فbon الادجكتيف يعني good بتبقى فمينة بتاخد double n اي -E. في واحده زيها بالظبط بنفس الفيرباترو بالا لما اقول جو سوي اون بون يعني جو سوي اون بون يعني انا في صحه جيده برضو بتبقى مع فيرب اترو بتاخد الا والادجكتيف بيكون فيمينا اون با كومونسي بار هنبدا بالفرب فيرب امي يعني امي يعني يحب وفيرب امي ده بنستخدمه بور اكسبريمي ليجو يعني ليجو يعني الميول اول ما نشوف كلمه ليجو في السيتوياسيون بدور على فيرب امي ادوري ديتستي اي بريفيري علشان اقول الميول بتاعتي بحب او بكره او بفضل تو ام كيل لوك انا كده بساله عن الجو بتاعته ايه بتحب لوك ايه يعني لوك يعني ستايل تو ام كيل لوك ايه اللوك اللي انت بتحبه ايه الستايل اللي انت بتحبه لوك كلمة masculine بسأل عنها بكل انسل ال كل الواحدة بس تو ام كل لوك ادوري يعني يعشق برضو ده فرب بنستخدمه بور اكسبريمي لجو يعني باكسبريمي لجو يعني نعبر عن الميول جادار للوك سبورتيف يعني جادار للوك سبورتيف يعني انا بعشق الستايل الرياضي في هنا جرامير كتير أول حاجة إني أبري لي فيرب إمي و أدوري أن يتليز لي زارتيكل لو لا لي الابوستروف فهنا في جادور لو لوك لوك كلمة ماسكولا استخدمت لها ارتيكل ديفيني لو وكمان الادجكتيف اللي بيوصفها ماسكولا سبورتيف آخرها إي إف كل الادجكتيف اللي اخرهم اي اف بيكونوا ماسكولين الفيمينا بتاعتهم اني بشيل الاي اف وبزود اي في او بريفيري بريفيري ستان فيرب دي جو ده برضو من الفربات بور اكسبريمي لي جو برضو بيكون وراه لو لا يعني بريفيري يعني يفضل جو بريفير سون لوك يعني ايه جو بريفير سون لوك يعني انا افضل الستايل بتاعه او ستايله جو بريفير سون لوك ديتستي، verb dégo دي يعني ديتستي يعني يكره وبرضو بيكون وراه لولا آلابوستراف. Je déteste cette couleur يعني I hate، je déteste يعني أنا بكره اللون ده أو هذا اللون. couleur feminine فخدت cette t. إنديكي يعني إنديكي يعني يشير. Je demande à mon ami de m'indiquer l'itinéraire. يعني je demande à mon ami يعني أنا بطلب من صديقي de m'indiquer إنه يحدد لي أو يشير أو يعرفني l'itinéraire. مين فاكر l'itinéraire من الترم الأول؟ l'itinéraire يعني خط السير. Indiquer l'itinéraire يعني يحدد له خط السير. Exprimer يعني يعبر عن الإكسبريم سيجو vestimentaire يعني إكسبريم يعبر سيجو يعني ميول، Vestimentaire يعني ليها علاقة بالفاتما أول ما نشوف كلمة فاستيمنتير في الستياسيون يبقى أدور على فيرب de إيه هم ال فيرب إمي أدوري بريفيري ووراهم أي ملابس، أي حاجة ليها علاقة بالهدوء، أول ما أشوف كلمة vestimentaire verb متر يعني ايه متر يعني يرتدي je mets une robe unie يعني انا ارتدي فستان unie يعني unie يعني ساده وناخد بالنا من unie لانها ادجكتيف لو قبلها كلمه فيمينا unie هيبقى اخرها او لو الكلمه اللي قبلها masculine مش هيبقى فيه ال او يعني لو قلت un pantalon أني pantalon ساده مش هيكون فيه ال او دي بورتي برضو بمعنى يرتدي. "je porte une chemise à manches courtes. يعني أنا أرتدي chemise يعني قميص. À manches يعني آ يعني بنص كم. هي manches يعني كم، كورت يعني نص كم. "je porte une chemise à manches courtes يعني أنا أرتدي قميص بنص كم. طب هنا فيه جرامير كتير أوي ناخد بالنا منه. أول حاجة إني عشان أوصف الشكل او الستايل بتاع الهدوم عايزه اقول هو بكم ولا بنص كم يبقى هقول ا آه هستخدم البريبوزيسيون ا آه. مانش يعني كم كلمه مانش كلمه فيمينا وبلوريال هي دايما بلوريال علشان هما اتنين كمين وهي فيمينا يبقى الادجكتيف اللي هيجي ورا مانش هيبقى هو كمان فيمينا بلوريال إن شميزة ا كورت اخرها ا واخرها اس عشان بوصف مانش ماليش دعوه خالص بالشميز موش انا الادجكتيف بيكون تابع لموش مش للشميز سابيي سابيي برضه بمعنى يرتدي جو على مود طب ايه الفرق بين جمي مي وجو جمبي وجو جو على مود يعني انا البس على الموضه انا بلبس على الموضه الفرق ما بين فيرب ماترو وبوختي وسبيي متر و الاتنين زي بعض يجي وراهم الحاجه اللي انا لابسها نقول يعني مي ان راب انا لابسه فستان جو بورت اون شوميز انا لابسه قميص لكن جو مابي ما يجيش وراها الهدوم ما يجيش وراها الفاتمو يعني ما اقولش جو ان شاخت. أنا لبس شورت انا لابس شورت جو ان بونتالون لا ما اقولش كده اقول بعديها ادجكتيف اقول بعديها ادفرب اقول بعديها مثلا بلبس على الموضه جو à على مود يعني بلبس على الموضه اقول جو مابي تري vite يعني جو تريفيت تري vite يعني انا بلبس بسرعه لكن ما يجيش وراها خالص الهدوم اللي انا بلبسها مترو بورتي بس اللي يجي وراها الهدوم ديكرير يعني يصف «دكري تونامي هنا ايه ديكري ده هنا امبيراتيف يعني امبيراتيف يعني فعل امر تونامي يعني اوصف صديقك توفى يجد كمان تتروف مالوك؟ أنا بستخدم verb trouver عشان أسأل عن الرأي pour demander la vie demander la vie أو l'opinion يعني أسأل عن الرأي بسأل عن الرأي إزاي؟ بأن أنا بستخدم verb trouver مع comment أقول كمان تتروف؟ يعني كيف تجد مالوك؟ يعني كيف تجد ستايلي؟ Comment tu trouves mon look? Penser, yani ya Que penses-tu de ma tenue sportive? Bordou, basterdim verbe penser pour demander la vie ou pour demander l'opinion à chan as al an bas, verbe penser, Basterdim basterdim ou ma que. ou akhawat hamin akhawat Qu'est-ce que? quoi? يعني اول ما نشوف فيرب بونسي هيجي معاه كو او كاسكو او كوا لان الثلاثه نفس المعنى الثلاثه معناهم وات كو بونس تو دو ما tenue سبورتيف كيف تعتقد او كيف تجد او ما هو رايك عن التوني عن الزي الرياضي اللي انا لابسه وطبعا قلنا تونيو فيمينا فالادجكتيف اللي وراها هيكون فيمينا ادميري يعني يعجب جادمير ton look لوك يعني جادمير مير لوك يعني انا معجب بالستايل بتاعك On commence maintenant les adjectifs Nul et nul double L يعني سي او سيئة Nul واحدة دال masculin double L يبقى فى Uni او uni avec E ساده uni dit el masculin Le غير E Uni avec E دي الفيمينا لما يكون قدامها كلمه فيمينا اقول ان بونتالون اوني لكن اون روب اوني افيك او اوريجينال في اوريجينال من غير او وفي اوريجينال بال eux يبقى واحده فيمينا واحده ماسكولا اصلي واصليه طبعا اللي اخرها او هي الفيمينا اليغون اليغونت انيك انيكا افيك او يبقى فيمينا سون او يعني من غير او يبقى الماسكولا فونسي اي دوبل او يعني غامق او غامقه لما اقول مثلا بلو فونسي يبقى ازرق غامق فونسي اللي من غير او e تانية دي الماسكولا الدوبل او دي فيمينا كلير اي كلير افيك او دي عكس دي كلير يعني فاتح او فتحة افيك او سي لو فيمينا هي دي الفيمينا أريور يعني ريور ري يعني مقلم وناخد بالنا كويس قوي هنا فيمينا ولا ماسكولا عشان الادجكتيف اللي بيجي بعديها ريور ري فيمينا بلوريال يبقى اي ادجكتيف هيجي بعدها هيكون فيمينا بلوريال ا وقبلها لازم يكون في البريبوزيشن ا اون شميز ا يور. يعني شميز مقلم ا مانش اون شوميز ا مانش يعني الكمام مانش فيمينا بلوريال ما ننساش ابدا مين الفيمينا ومين الماسكولان افلار يعني افلار يعني مشجر افلار دي فيمينا بلوريال اون شميز افلار لو هوصف او هقول لون الفلار دي هتبقى فيمينا بلوريال زي كلمه فلار اكارو يعني كاروهات لما اكون لابس حاجه كاروهات اسمها أكارو كل دول بيخو بيجي قبلهم أ كلهم أ أكارو كارو دي ماسكولان وبلوريال يبقى الأدجكتيف اللي هيجي وراها هيبقى ماسكولان بلوريال زيها أبوا يعني منقط أبوا ماسكولان بلوريال يبقى اللي وراها الأدجكتيف هيبقى زيها ماسكولان بلوريال وبرضو بتاخد أ دول اسمهم موتيف يعني موتيف النقشة بتاعت الهدوم كل الموتيف بيجي قبلها أ سون يعني Bidoun. Maintenant, on va faire l'application. On va lire le document puis choisir la bonne réponse. Hanetra, le document, le qu'ta ou el egba el Tu préfères les vêtements de marque? Inta el hedum el marca? ya On pose la question au lycée. La victoire à Lyon. al el souel, madrasa esmaha, la victoire, fin, à Lyon. ما تنسوش يعني ايه مدرسة ليسي يعني مدرسة ثانوي وبيجي قبلها او او ليسي سي لا فيكتوار اليون قبل المدينة بيكون في بريبوزيشن ا هاي هيبتدوا يقولوا رأيهم في الكيستيون اللي اتسأل ده الين كانزون الين عندها خمستاشر سنة وي جادار لي دو مارك ايوه انا بعشق الهدوم الماركة اسمها لي فيتمون دو مارك ils sont super يعني ils sont super هم السوبر وناخد بالنا ان السوبر ادجكتيف ما بيتغيرش خالص حتى وهو بيوصف اي لافيك اس يعني بيوصف ماسكولين بلوريال ما فيش اس سي كول يعني سي كول cool, يعني رائع كول cool, زي الانجليش سي كول لي فيتمون دو مارك بريزونت توت لي تاي بور توت اج لي فيتمون دو مارك الملابس الماركه بتقدم كل المقاسات لكل الاعمار طب في هنا بس الجرامير مهم جدا ما نفوتوش توت اللي اخرها او اس بتيجي وراها ارتيكل ديفينيلي بس توت دي فيمينا بلوريال هي بتتكلم عن ايه بتتكلم عن التاي وتاي فيمينا بلوريال يبقى مع كلمه تاي لو هستخدم توت توت يعني اول لو هستخدم توت هتبقى فيمينا بلوريال اللي اخرها او اس علشان تايف من بلوريال طب هنا تو اللي اخرها تي واحده هي برضو معناها اول تو اخرها تي واحده ليه عشان كلمه اج ماسكولان سينغولير فتو الماسكولان سينغولير بيكون اخرها تي بس ما فيش ولا او ولا في اس دانيال 16 ans. دانيال عنده 16 سنه نو جو نو بريفير با دو تو لي دو مارك لا انا ما بفضلش اطلاقا تو يعني اطلاقا لي دو مارك الملابس الماركه ايل سون ترو شير يعني ايل سون ترو شير ترو دي بمعنى فيري يعني هم غاليين جدا ايل سون ترو شير وشير يعني غالي طيب ناخد بالنا من با تو عشان ده سؤال جرامير لما اقول نو و تو هنا دي هتفضل دي عشان هو بيجي يخيرني هي دو ولا دو لا طول ما في هنا تو هتفضل دي اسمها دو مش هتبقى دو طيب ايه كمان هنا مهم انا هنا بوصف لفاتمون دي مارك اللي هي اصلا ماسكولان بلوريال ال اي لافيك اس دي عايده على الفيتمون دو مارك اللي هي ماسكولان بلوريال يبقى الشار هي كمان هتبقى اخرها اس وهتبقى ماسكولان بلوريال اللي هو الادجكتيف بمعنى غالي هيقلد الإلافيك اس اللي هي بتتكلم عن ليفيتمون سلمى دي ساتون سلمى عندها 17 سنه وي جو بورت سوفون دي فيتمون دو مارك انا برتدي عاده هدوم ماركه جادور لا مود يعني جادور لا مود يعني انا بعشق الموضه جاشيت لي فيتمون شي جينو بتشتري الهدوم من عند جينو ده اسم ماركه بور ما سور علا اي À la chaîne Ochti, Ola ou à la chaîne, et moi à la chaîne. Choisis la bonne réponse à l'heure de l'église. Daniel trouve les vêtements de marque. Daniel y a dit qu'il y a marque. À bon prix, à bon prix, bon il y a Bon, il y a un prix, il y a un prix, il y a Asi prix, il y a un cher, à si, il y a Moins cher, moins, y a ni less, à l, meaning trop cher, trop cher, y a ni, Daniel trouve les vêtements de marque trop cher. Numéro deux, aime acheter ses vêtements chez Geno. Mine le bi habbi acheter le vêtement betato men hand Geno. Salma, Salma aime acheter ses vêtements chez Geno. Numéro trois. La victoire est le nom. La victoire d'Abiquenisme, d'une ville, d'un Medina, des magasins, Mahal, d'une boutique, boutique d'un lycée, esme Madrasa. Au lycée, la victoire c'est le nom d'un lycée. Choisis numéro 4. Aline trouve que les vêtements de marque présentent les tailles. Aline ta Anna. الملابس الماركة بتقدم مقاسات des enfants seulement مقاسات أطفال فقط de tous les âges لكل الأعمار دي filles seulement بنات فقط دي garçons seulement ولاد فقط آلين trouve que les vêtements de marque presentent les tailles pour tout âge يبقى de tous les âges طب ممكن حد يقولي إيه الفرق بين تو اللي هنا وتو اللي هنا ليه هنا بأس وهنا بتي علشان هنا أج بقت بلوريال أج آخرها أس فخدت تو اللي آخرها أس بس دي تو آخرها أس ماسكولا بلوريال فكلمة أج أصلا ماسكولا لما كانت سينجولي خدت تو اللي آخرها تي واحدة بس لكن لما بقت بلوريال خدت تو اللي آخرها أس دو تو اج هنبدا باغ فيتوم هنتعلم مع بعض الفتوم يعني لفتوم يعني الملابس اسامي الملابس بالفرنسي قبل ما نبدا لفتوم هي كلمه ماسكولون وفيتوم كل الكلمات اللي اخرها ام او ان بتكون ماسكولون هي هنا اخرها اس يبقى انا لو سالت عنها ممكن اسال عنها بكل أنسول ال واخرها اس عشان هنا بلوريال لو كانت ما فيهاش اس فهختار كل اللي بقل واحده une jupe ناخد بالنا مين الفيمينا ومين الماسكولان الباج اللي قدامنا دي كلها فيمينا إن جوب une robe à pois يعني une robe à pois une robe يعني فستان à pois احنا اتفقنا ان النقشه بتاعه الهدوم بيجي قبلها ا وكلمه pois يعني منقط une robe à pois une chemise à إن شميز يعني قميص أعموش ده الستايل بتاع اللبس أو بتاع القميص إن هو بكم بكم إيه بقى كوخت يعني كورت يعني بنص كم أعموش كوخت هي دي الموش كورت يعني نص كم موش في ميناء بلوريال يبقى الأدجكتيف هو كمان هيكون في ميناء بلوريال عشان هو بيوصف الموش مش بيوصف الشميز إن شميز أعموش لونج Une chemise en mise. À manche, parce langue, y a manche. Basse langue. Yanni langue. une Manche féminin à pluriel. Yib a langue de kamen, féminin pluriel. Une veste. Un pantalon. Hena est masculin. Un pantalon. Un blouson. Un t-shirt. Un anorak à rayures. يعني أنا نوراك الجاكيت المنفوخ أريور يعني أريور يعني مقلم هي دي الريور التقليمة دي أريور وقبل النقشة بستخدم اسمها النقشة اسمها موتيف قبل الموتيف بستخدم أ ان سور فيتمون ان سور يعني طقم رياضي كامل التريننج ان سور فيتمون ان جين كل اللي في الباج دي ماسكولان ان جين un pull, un maillot de bain, يعني un maillot de bain, un maillot de bain, يعني المايو اللي بننزل بيه البحر. لو قلت un maillot بس ما كملتش يبقى معناها التيشيرت والشورت بتوع طقم الكوره او اللي بنلعب بيه بيهم تنس الطقم الرياضي تيشيرت وشورت لو قلت ام اي وسكت ان سويت السويت شيرت ان بيجاما اون كوتون يعني اون كوتون يعني الماتيريال بتاعتها قطن وقبل الماتيريال بستخدم اه بور ديكرير vêtements علشان نوصف الهدوم اول حاجه عندي لا تاني حاجه لا فورم او لستيل. انا عشان اوصف الهدوم هوصف فيها ايه لونها وهوصف الفورم بتاعتها شكلها او الستايل بتاعها طيب بور décrire لا عشان اوصف اللون ممكن اقول ان بونتالون بلو بس هنا الكولر بتعتبر adjective فبتكون تابعة للكلمة اللي أنا بوصفها لو أنا بقول ان بونتالون يعني دي masculin singulier الكولار كمان هتبقى masculin singulier أخر example un manteau rouge روج هنا بتوصف مونتو مونتو masculin singulier روج كمان ماسكولا سينجولي طب ليه مادام روج اخرها او وهي ماسكولا عشان روج من الكولار اللي اوريدي اخرها او ففي الماسكولا اخرها او في الفيمينا اخرها او ما بتتغيرش ان روب فيرت لو بوصف حاجه فيمينا ان رب ده فيمينا يبقى الكولر هتبقى كمان هي فيمينا فهتبقى فيرت اخرها او روب فيمينا سينجولي يبقى فيرت فيمينا سينجولي عشان بتوصف الرب ان رب فيرت بور ديكري لا فورم او لو ستيل الستايل او الشكل ان سويت ا كابوش ا كابوش يعني عنده كابوشون السويت شيرت عنده كابوشون الكابوش باخد قبلها ا الستايل او شكل الهدوم بحط قبلها preposition ا a, a إن شميز أمانش كورت المانش اللي هي الكم دي كمان بتعتبر ستايل أو شكل للهدوم إن شميز يعني قميص بنص كم كمام قصيرة يعني نص كم مانش كورت مانش فيمينا بلوريال يبقى كورت فيمينا بلوريال هنا كورت بتوصف شميز ولا بتوصف مانش لا كورت بتوصف مانش ملهاش دعوة خالص بشميز إن à أمانش لونج إن راب يعني فستان كمامه طويلة، آ مانش لونج، لونج فيمينا بلوريال علشان بتوصف مانش اللي هي فيمينا بلوريال، ليه موتيف بريسيدي برأة، برضه علشان بور ديكري ليفاتمون عشان أوصف الهدوم، هقول الموتيف بتاعت يعني موتيف يعني النقشة. او هقول الماتير بتاعتها يعني الماتيريال بتاعتها قبل ما ابدا اتكلم عن الموتيف او عن الماتير موتيف ماسكولان هسال عنها بكل أنسل ال اخرها اس عشان هي هنا بلوريال ماتير فيمينا هسال عنها بكل دوبل ال طيب بور ديكري لي موتيف عشان اوصف الموتيف اللي هي النقشه دايما هستخدم البريبوزيشن ا ا كارو يعني كاروهات اريور يعني مقلم أبوا يعني منقط أفلار يعني مشجر أو بنقول عليه فلوري par exemple un gilet يعني يعنى يعني جيلي مقلم. أ gilet à rayures يعني مقلم. une jupe يعني جيبة une يعني يعني ما الم الم نعطي بيان لادجكتيف اوني لو الهدوم الفيتمو عندي ما فيهاش موتيف خالص ما فيهاش نقشة هقول ايه اوني اوني يعني سادة طيب اوني ده بيعتبر ادجكتيف ادجكتيف يعني لازم يقلد اللي قبله يعني لو قلت ان بول بلو اوني بول يعني بولوفر ازرق سادة اوني اوني يعني سادة اوني هنا ماسكولان يعني ما فيهاش او في الاخر ليه عشان هي بتوصف بيل اللي هو ماسكولا لو قلت ان رب روج اوني يعني فستان احمر ساده رب فيمينا يبقى اوني هنا اخرها او أه عشان هي بتوصف رب اللي هو فيمينا يبقى اوني تبع الهدوم اللي انا بوصف بور ديكري لا ماتير عشان اتكلم عن الماتيريال الخامه بتاعه الهدوم جو في اتيليزي لا هستخدم ان en coton يعني قطن en jean يعني جينس، en soie يعني حرير en laine يعني صوف en cuir يعني جلد واي ماتيريال لازم يكون قبلها ان ان شورت ان coton يعني شورت قطن ان pull ان laine يعني بلوفر من الصوف بس ما ننساش ال ا عشان دي مهمه جدا ده سؤال جرامير. الآن اون الاجابه الصح سات روب ريور ريور يعني ايه يعني مقلم ودي موتيف قبل الموتيف بنستخدم ايه A ولا A ولا o ولا o ولا bleu, آن ولا ا ولا او ولا او اكس سات ا ا ريور وناخد بالنا ان الآ ا preposition عليها اكسون عشان ممكن جدا يجيب لي ا من غير الاكسون الأل من غير الأكسون ده فيرب أفوار ما تنفعش أنا عايزة أ آه البريبوزيشن اللي عليها أكسون. إما نيم با بلوزون دو جولي. إما ما بتحبش بلوزون يعني الجاكيت القصير دو جولي اللي جولي لابساه أو بتاع جولي. لو لا دو أن. طيب أول حاجة عشان نعرف لازم نشوف بلوزون فيمينا ولا ماسكولان. بلوزان ماسكولان طيب الفيرب اللي عندي انا عندي هنا نو با وعندي verb. الكي وورد بتاعتي الفيرب اللي اذا كنت هستخدم مع نو والبا دو ولا لا احنا عارفين ان النو والبا بنستخدم معهم دو او دي ابوستروف الفيرب هو اللي بيقول لي هتستخدمي الدو ولا هتكملي زي ما انت اكني الدو مش موجوده مش عايزينها فيرب ايمي احنا قلنا ان هو بياخد وراه على طول لو لا لي الابوستراف حتى لو في نو با فهو بياخد لو لا لي الابوستراف مش هتتغير يبقى انا مش عايزه لا ولا عايزه الان وعرفت اني بلوزون ماسكولا يبقى انا هختار اللو اما ما با لو بلوزون دو جولي تي شيرت ا انت عندك تي شيرت بكم ايه كورت ولا كور ولا كورت اس ولا كور اس كورت اللي باودي في فيمينا سنجولي كور دي ماسكولا سنجولي كورت فيمينا بلوريال كور ماسكيلا بلوريال انا هنا بوصف ايه ان تي شيرت ولا مانش احنا قلنا اما نشوف الموتيف يبقى على طول انا بوصف الموتيف او الستايل مانش ده ستايل ا آه مانش مانش فيمينا ولا ماسكولا مانش فمينا في فيمينا وجاية بلوريال يبقى أنا عايزة الأدجكتيف يكون تابع لموش يكون زيها فيمينا بلوريال يبقى هقول أماوش كورت ملناش دعوة بتي خالص سي ان شارت أبوا ده بيكون شورت منقط جريز بلانش ور روج يعني منقط رمادي ولا ابيض ولا اخضر ولا احمر انا بختار حسب الجرامير ابوا الموتيف هي اللي بختار على اساسها الادجكتيف بوا مسكولان بلوريال يبقى انا عايزه ادجكتيف مسكولان بلوريال فين هنا الادجكتيف المسكولان بلوريال فير سي تان شورت ابوا فير يعني ده شورت منقط اخضر الادجكتيف لازم يكون مسكولان بلوريال زي بوا ملناش دعوة بشرط خالص. On va apprendre le féminin des adjectifs de couleur. هنتعلم مع بعض تأنيس الألوان. On ajoute e à la fin pour le féminin. أول حاجة إن إحنا بنزود او e علشان نخلي كولور féminin. Par exemple, vert هتبقى vert. vert ده اللون الأخضر. Noir, نوار آخرها او e, ده اللون الأسود. Bleu هتبقى بلو اخرها او ده الازرق جري <gri> يعني رمادي الفيمينا بتاعتها هتبقى جريز على فا او باريكزومبل سي تان بونتالون فير على اي اساس هختار من الكالون المسكولان ولا الكالون الفيمينا على اساس الفاتمون اللي انا بتكلم عنها ان بونتالون هنا اه يبقى بونتالون دي ايه ماسكولان يبقى هتاخد من الكالون المسكولان Un pantalon vert. Order pantalon luno order. C'est une chemise verte. Tablihena verte akhirha e achen une chemise chemise defemina, yani amis order. Deuxièmement, les adjectifs terminés par e ne se changent pas. L'adjectif « adjectif il akhirha already e mabte dgyors. Par exemple. روج بيج جون روز روج الأحمر بيج اللون البيج جون الأصفر روز البينك اللي هو البامبي الكولار دي اوريدي اخرها او أه فهي في الماسكولان اخرها او أه في الفيمينا اخرها او سي تان بول جون بول كلمه ماسكولا في John, كدا كدا اه هنا هتاخد جون كده كده اخرها او سي une روب جون رب فيمينا فهتاخد كولار جون كده كده اخرها او يبقى جون بتمشي ماسكولا وبتمشي فيمينا ديز ادجكتيف ايريجولي يعني ايريجولي يعني ايريجولر ملهاش قاعده بلون بلانش بلون دي الماسكولان بلون يعني ابيض الفيمينا بتاعتها اني بزود اش وبعدين او بلانش دي كده الفمينا. فيولي فيوليت فيولي اللون البيربل البنفسجي في الماسكولا أخروتي في الفيمينا هتبقى دوبل تي وبعدين او سي جيلي بلان بلان هنا بتوصف جيلي جيلي ماسكولا فخدنا بلان الماسكولا لكن لو قلت سي تون فيست بلانش فيست فيمينا يبقى بلانش هي كمان هتبقى فيمينيه زي فيست دي ادجكتيف سون شانجمون يعني سون شانجمون يعني من غير تغيير مارو اورانج كافي سيترون ابريكو شوكولا فريز كريم مارو يعني اللون البني اورانج اللون الاورنج البرتقالي كافي اللون الكافي سيترون اللون الليموني ابريكو لون المشمش شوكولا فريز فريز يعني فراوله يبقى اللون زي لون الفراوله كريم اللون الكريمي كريم دي ادجكتيف نشانج جامي ما بتتغيرش خالص ولا هحط لها أ ولا حطلها اس لو خدنا بالنا كده كل الكولار دي جايه من اسامي الاكلات يبقى كل الالوان اللي على اسم اكل ما بتتغيرش فار اكزومبل سي تان مايو اورانج مايو ماسكولين خدت اورانج زي ما هي ما طيب لو قلت سي تين جوب اورانج جوب فيمينا برضه اورانج هي هي مش هتتغير وبرضه لو قلت مارو مارو هتبقى زي ما هي لو قلت كافيه سيترون زي ما هي ماسكولين فيمينا ما بتتغيرش خالص يبقى الكولور دي لو موجوده في الاختيارات يبقى هي الاجابه لأنها بتمشي في مينا Les adjectifs de couleur composée ne se changent pas. يعني إيه؟ يعني الألوان المركبة composée يعني مركبة ما بتتغيرش. زي إيه الألوان المركبة؟ بلو سيال بلو سيال ده اللون اللبني فير كلير يعني لون أخضر فاتح بلو مارين الأزرق البحري لون البحر يعني روج فونسي يعني أحمر غامق اي لون مركب ما بيتغيرش يعني ما بيتغيرش يعني لو كان جنب كلمه فيمينا زي سيتون شميز هقول سيتون شميز بلو سيال يعني مش هختار فيمينا شميز هنا فيمينال المفروض ان احنا نختار لها كولر فيمينا لكن اللون عندي هنا كومبوزي مركب بلو سيال يبقى ده ما بيتغيرش ما بحطلوش علامه الفيمينا يبقى كمان الالوان المركبه لو موجوده في الاختيارات يبقى هي الاجابه pour exprimer le goût علشان اعبر عن الميول بستخدم verb aimer adorer préférer détester احب اعشق افضل اكره les couleurs sont précédées par le يبقى انا لو بعبر عن ميولي عن الجو هستخدم ل مع الكولور مع الالوان par exemple لو قلت جام لو روج هنا روج تاخد ايه تاخد لو لو قلت جو دي le لو فير هتاخد لو طب الكيستيون بتاعهم بيكون ايه السؤال بيكون ايه كالكولار ام ايه اللون اللي انت بتحبه فانا هرد اقول جام لو روج او هقول جو ديتست le لو لو سالني قال لي كالكولار تو ديتست؟ ايه اللون اللي بتكرهه المهم اللي نطلع بيه من هنا إن الألوان طول ما هي ما بتوصفش حاجة، يعني اللون لوحده مع الفيرب دي go، هستخدم لها le، بتكون masculine، اللون لوحده بياخد le. سي la couleur est précédée par un لو الكولور لو اللون دي قبله en، الرست كوماليه، يعني إيه الرست يعني بتفضل زي ما هي سون شانجمون، ما بتتغيرش، يعني مش هزود لها علامة الفيمينا. لو قلت جيم بورتي لي انوار بحب ارتدي احب البس البونتالون انوار البناطيل السوداء في هنا قبل اللون ان قبل الكولار في ان يبقى نوار هنا مش هتعمل اكار مع بونتالون مش هتقلدها مع ان هنا بونتالون بلوريال اخرها اس يعني المفروض نوار تاخد اس لا وجود الا منع الادجكتيف من ان هو يقلد الكلمه اللي قبلها فلما نلاقي قبل الكولار نسيبها زي ما هي ما ناخدش ولا اخرها ا ولا اخرها اس لو بلوريال دي ادجكتيف دي كولور دلوقتي جمع الالوان اون اجوت اس على فين دو ادجكتيف ماسكولير او فيمينا علشان نخلي الكولور بلورييل هنزود اس في الاخر سواء كان الادجكتيف ماسكولار او فيمينا باريكزومبل ام بول بلو بلوفر ازرق دي بول بلو بلوفرات زرقاء ايه اللي اتغير هنا بدل ما كان امبول واحد بس بقى دي بول فبول بقى اخرها اس يبقى بلو هي كمان هتبقى اس بس ناخد بالنا ان بول ماسكولان بلوريال يبقى الكولر هي كمان هتبقى في شكلها الماسكولان بس خدت اس اخرها اس اون جوب بلو دي جوب بلو ايه اللي اختلف ان بدل ما كانت اون جوب واحده بس بقت دي جوب كتير طب جوب فيمينا بلوريال يبقى الكولار كمان هتبقى فيمينا بلوريال هتاخد علامة الفيمينا اللي هو الأو وعلامة البلوريال اللي هي الأس دي جوب بلو الأدجكتيف ترميني بار أس نسو شانج با الأدجكتيف اللي اوريدي أخرها أس ما بتتغيرش أم بنتالان غري دي بنتالان غري يعني انا هنا لو قلت ام بونتالون واحد بس هو هنا ماسكولار سنجلي جري اخرها اس طب لو خليتها بلوريال دي بونتالون واخرها اس جري برضو جري هتفضل زي ما هي لانها اوريدي كان اخرها اس دي ادجكتيف كي نو با مارون اورانج المارون والاورانج ما بيتغيروش خالص عمري ما احط لهم علامه الاس يبقى لو موجودين في الاختيارات يبقى هم الاجابه ان كوستوم مارون بدله بني هي هي لو قلت دي كوستوم مارون بدل بني كلمه مارون عمرها ما تاخد الاس لي كولار كومبوزي شونج با او بلوريال يبقى مين كمان ما بيتغيرش الكولار الكومبوزي اللي هي المركبه ما بتاخدش علامه البلوريال لو قلت دي شميز بلو فير قمصان بلو فير البلو فير ده اللون البترولي ازرق مخضر. دي شميز بلو فير شميز هنا بلوريال لكن بلو فير عشان هو لون كومبوزي لون مركب ما بحطلوش علامة الأسيب لو موجود في الاختيارات هو الاجابة. Les adjectifs de couleurs ne se changent pas si la chose qu'on décrit a deux couleurs. يعني ايه؟ الألوان ما بتتغيرش لو الحاجة اللي أنا بوصفها ليها لونين يعني لو قلت إن جوب فير بلو جيبة خضرة في زرقة إن جوب اي بلو لما تكون حاجة واحدة بس وبقول عليها اي بلو يعني هي لونها أخضر فازرق يبقى مش هعمل أكار جوب هنا في مينا هتبقى زي ما هي مش هزود لها الأ ولا بلو هزود لها الأو مي سي لا شوز او بلوريال لو الحاجه اللي بنوصفها بلوريال هنغير ونحط لها اس يعني ايه يعني لو قلت دي راب فيرت بلو فساتين خضراء وزرقاء ده معناه ان في فساتين خضراء وفي فساتين زرقاء يبقى ساعتها فيرت هتبقى فيمينا بلوريال زي راب وبلو هي كمان هتبقى فيمينا بلوريال زي رب دي رب فيرت بلو او هقول دي رب فيرت اي دي رب بلو يعني فساتين خضراء وفساتين زرقاء هنا ساعتها هعمل الاكار هخلي الكولر تقلد الكلمه لو هي في مينا بلوريال تبقى في مينا بلوريال زيها maintenant on va faire l'application et on va choisir la bonne réponse. هنختار الاجابه الصح Alice porte un anorak anorak قبل ما اختار اي ادجكتيف لازم اعرف الكلمه اللي قدامي فيمينا ولا ماسكولا انا نوراك في آن، فهي هنا سهله جدا هي ماسكولا سينجولي يبقى انا عايزه ادجكتيف ماسكولا سينجولي مين هنا ماسكولا سينجولي ما فيش ولا واحده ماسكولا سينجولي غير اوني الي سبورت انا نوراك اوني يعني انوراك ساده جو مي دي شوسيت كوتون كوتون دي ماتيريال يعني مادة خام الماتيريال بتاعتها ايه البريبوزيسيون اللي بتيجي قبل الماتيريال ان جو مي دي شوسيت ان كوتون ونكتب هنا فوق شوسيت شوسيت يعني شرابات كلمه فيمينا بلوريال كل اللي بنلبسه في رجلينا بيكون فيمينا بلوريال اللي بنلبسه في ايدينا بيكون ماسكولان بلوريال زي الجان اللي هي الجلافز الجا دي ماسكولان بلوريال شوسيت شرابات فيمينا بلوريال شوسور الجزم فيمنا بلوريال كل اللي في رجلينا فيمنا بلوريال، إيما أدور لي كولور أنا هنا بوصف إيه؟ بوصف كلمة لي كولور طب في كولار فيمنا ولا ماسكولا؟ في فيمنا وجاية بلوريال يبقى أنا عايز adjective فيمنا بلوريال، إيما أدار لي كولور فونسي فين هنا الكولار اللي بلوريال؟ فونسي اللي آخرها دوبل أو أه إس فونسي يعني غامق بحب الألوان الغامقة. J'ai des leggings. Leggings féminins pluriel. J'ai des leggings bleus à la fin ES. Les couleurs sont les vêtements. Dans la rue, il y a beaucoup de bicyclettes. Filles, bicyclettes, bicyclettes, a bike, et Fi agal. Rouge foncé, rouge, vert, vert. احنا قلنا ايه اللي لو لقيناه يبقى هو الاجابه الكولر كومبوزي الالوان المركبه روش فونسي علشان هي ما بتاخدش أكار احنا اصلا هنا دي بلوريال فاحنا عايزين ادجكتيف بلوريال ما فيش ولا حاجه فيها اس يبقى مين اللي ينفع روش فونسي اللي اصلا ما بتاخدش اس علشان هي كومبوزي اون فا ابروندر لي ادجكتيف يعني لي ادجكتيف زي اسماء الاشاره بالعربي Quels sont les adjectifs démonstratifs et mal adjectifs démonstratifs? Ce 7 c Ce se, devant un mot masculin singulier Il se butkun odem kilma masculin singulier Zay, la ulte ce pantalon, ce se, gilet Sept devant un mot masculin. singulier مي commence بار اون voyelle لازم يكون بيبدا بفاول او اشمي يعني ممكن تكون فاول او ممكن تكون اشمي يعني ايه أش يعني اتش سايلنت يبقى عندنا سو اللي الاثنين ماسكولان بس س اللي فيها تي واحده دي بتكون قدام الفاول او قدام اشمي باريكزومبل لو قلت سيتانوراك او سيتاربرو أنا راك الجاكيت الكبير اللي هو بيبقى منفوخ كده أو ساتارب يعني شجرة أو لو قلت ساتوم يعني هذا الرجل أشمي سات دوبل تي un أمو فيمينا singulier يبقى سات اللي فيها دوبل تي بتكون قصاد كلمة فيمينا سينجولي par exemple سات جوب سات إيكول دي كلها كلمات féminin singulier, yab abtehote sed double T. C. Masculin et féminin pluriel. C. betkun le pluriel, sa masculin ou féminin, par exemple, c'est pull, c'est robe, c'est enfant, yani, c'est enfant, enfant, yani, Notez bien, ce suivi du verbe être, c'est un pronom démonstratif. Ce la ou roha verbe être, zay la c'est une veste. Ou ult, ce sont des robes. Sept doublets émises avant le mot féminin. Dibit koun, ou dem kilma féminin, commencer par une voyelle. Yani, il kilma, il féminin, sa wakken, bite pte di ou hmuyé, ou adé, ya ma fiach, ou la vowel, ou la hmuyé, koul l'ombi ardo sept doublés. زي لو قلت ساتامي امي هنا في عشان اخرها او سات اي شارب خدوا بالكم اي شارب دي بتيجي كتير قوي في الاسئله سات اي شارب هي فيمينا كومونس بار اون فويال فهتاخد سات دوبل تي سات انفون اي انتليجونت يعني هذه الطفله ذكيه طيب كلمه انفون دي مهمه جدا وترك بتيجي في اسئله الجرامير ليه؟ علشان انا لو قلت سات انفون إيه؟ intelligent enfant هنا يعني طفل لكن enfant هنا يعني طفله طب انا هعرف ازاي وعندي enfant في الحالتين بتتكتب بنفس الطريقه ما بتختلفش هعرف من الادجكتيف اذا كنت هختار set اللي بدوبلتي ولا set الانسلتي اللي بتي واحده بس مين اللي بيغششني الادجكتيف هنا انتليجونت اخرها او يبقى أنفان هنا دي فيمينا يبقى على طول ست دوبل تي لكن هنا انتليجون ما فيش او يبقى أنفان هنا ايه ماسكولان ده طفل مش طفله يبقى هتاخد ست اللي بتي واحده يبقى لما يطلب مني الديمونستراتيف مع كلمه انفون ابص على طول على الادجكتيف وزيها بالظبط كلمه اليف اليف يعني ستودنت هعرف منين هعرف من الادجكتيف لان الاف في الفيمينا والماسكولا واحد ما بتختلفش يبقى الادجكتيف هو اللي هيغششني pour demander l'opinion sur les vêtements يعني demander l'opinion يعني عشان اسال عن الراي opinion يعني راي راي على ايه او على ايه على الملابس عن الفيتمون pour demander l'opinion عندنا اول طريقه كل إنسل ال هستخدم كل انسل ال مع فيرب اتر مع كلمه تونافي يعني ايه تونافي يعني رايك كالي تونافي سور سو بول ما هو رايك عن البول ده ايه رايك في البول اللي انا لابسه ده بول يعني بولوفر طب ايه بقى اسئله الجرامير هنا افي بتاخد كل ال واحده علشان هي ماسكولان والـ اللي بتكون معاها دايماً في السؤال بتكون سور كالي تون أبي sur سو بول ما هو رأيك في البول ده طب لو جات لنا في السيتيوهسون بتيجي إزاي بيقول لي pour demander l'opinion عشان تسأل عن الرأي فأنا أدور على كالي تون طيب إيه الطريقة التانية كل دبل أل مع verb أتر مع كلمة تون opinion sur هستخدم كل الدبل ال بس مع كلمة ايه بقى؟ opinion احنا اتفقنا ان افي هي هي opinion الاتنين نفس المعنى معناهم رأي بس افي ماسكولا و opinion فيمينا فهسأل بنفس الطريقة بس كل هتختلف مع opinion هتبقى كل دبل لكن مع افي هتبقى كل ال واحد كالي تون opinion سور سجين وكمان نفس البريبوزيشن سور يعني ما هو رأيك في الجنس ده؟ تالت طريقة قما مع فيرب تروفي كما مع فيرب تروفي يبقى جو demande l'opinion. يبقى أنا كده بسأل عن الرأي هقول إيه كما تو ست رب؟ كيف تجد هذا الفستان كما تو ست رب؟ أول ما أشوف قما مع فيرب تروفي يبقى أنا كده بسأل عن الأوبينيون طيب لو جاب لي في الجرامير فيرب تروفي أعرف على طول إن المو انتروجاتيف هي كما ك او كاسكو او كوا مع فيرب بونسي بونسي يعني تعتقد او يعتقد كاسكو تو بونس دو سيت فيست يعني ايه رايك في الفست ده بس ناخد بالنا إن اول ما اشوف فيرب بونسي المو انتروجاتيف بتاعتي هتكون كاسكو او كو او كوا التلاتة معناهم وات طب هعرف منين دي ولا دي ولا دي كاسك بيكون وراها الفراز مظبوطه السوجي الاول وبعدين الفيرب لكن كو بيكون وراها الفراز معكوسة يعني معكوسة يعني الفرب الأول وبعدين السجي طب كوا كوا ما بتجيش في أول الكيستيون خالص يا يعني بتيجي في نص الكيستيون أو في آخر الكيستيون ما ينفعش تيجي في الأول خالص كو وكاسكو هما بس اللي بيجوا في أول الكيستيون طب لو جات لي في السيتياسيون بور دوموندي لوبينيون عشان أسأل عن الرأي عندي أربع طرق ممكن ألاقيه ممكن ألاقي كاليتون أفي ممكن ألاقي كاليتون أبينيون

يعني دايما الادجكتيف هيكون بوزيتيف يعني بوزيتيف ايجابي الديزابريسياسيون بيبقى نيجاتيف بيبقى سلبي بار اكزومبل بور لابريسياسيون ممكن اقول جام بيان او جيم بوكو يعني بحب قوي في الديزابريسياسيون هقول ايه جو pas يبقى ده انا ما بحبوش يبقى انا كده رايي ان الحاجه دي مش حلوه جادار يعني بعشق في الديزابريسياسيون هتبقى جو ديتيست بكره تري سيمبا تري سيمبا تري يعني فيري سيمبا يعني لطيف اي ادجكتيف بوزيتيف يبقى يكون ابريسياسيون يعني ادجكتيف بوزيتيف يعني ايجابي مش ادجكتيف وحش يبقى معناه ان الحاجه دي انا بعملها ابريسياسيون فانا بقدرها فعجباني تري سيمبا لو قلت باف باف دي بتدل على الديزابريسياسيون يعني حاجة مش عجباني ساتو فا تري بيان ساتو فا تري بيان يعني لايق عليك كويس أوي يعني فيري ساتو فا دي يعني لايق عليك بتتقال على الهدوم ساتو فا لايق عليك لو مش لايق عليك هقول ايه سانو تو فا با دو تو مش لايق عليك نهائي اطلاقا سانو تو فا با يبقى لو جت فيها نو وبا سواء با او با دو تو يبقى معناها ان ده مش لايق عليك يبقى ده ديزابريسياسيون سي تري جولي او سي جولي برضه نفس الفكره سي وراها ادجكتيف بوزيتيف يعني ايجابي لو قلت سي ماش ماش يعني قبيح جولي يعني جميل لكن ماش يعني قبيح سي اوريجينال او جينيال او سوبر كل دي ادجكتيف بوزيتيف original يعني اصلي جينيال يعني رائع سوبر يعني سوبر لو قلت سي مودي يعني ديمودي يعني مش على الموضه نول يعني سيء سام بلي سام بلي يعني عجبني سانوم بلي با فيها نو با يبقى ده مش عاجبني سام فا بيان فيرب الي مع سا يبقى على طول ده لايق اللي كانت فوق دي كانت توفا لي عليك لكن سا مو فا بيان ده لي عليا المو دي يعني علي انا سي اوريبل يعني اوريبل يعني فظيع سي وراها adjective نيجاتيف وحش نوت بيان سي اسويفي ده ادجكتيف ماسكولين سينجولي ناخد بالنا عشان دي مهمه جدا السي لازم يجي وراها ادجكتيف ماسكولين سينجولي ساده سي ولا في علامة الفيمينا ولا في علامة البلوريال حتى لو بيوصف حاجة فيمينا أو بلوريال زي إيه؟ رب دي كلمة فيمينا بعدين في فيرجول هنا سي دي مودي, دي مودي يعني مش على الموضة المفروض إن دي مودي هنا إنها تكون فيمينا زي كلمة رب لكن وجود السي منع الادجكتيف إنه يشوف الكلمة اللي بيوصفها ففضل الادجكتيف زي ما هو ماسكولين سينجولين الماسكولان سينجلي هو اصل الأجيكتيف من غير اي اضافات فوجود السي بيمنع الادجكتيف انه يشوف اللي بيوصفه فبيفضل زي ما هو ماسكولان سينجلي فاحنا نفتكر القاعده على طول مع السي ساده الادجكتيف ساده ما فيهوش حاجه خالص حتى لو بيوصف في ميناء او بلوريال دايما بيجيب لنا هنا في ميناء ويجيب لنا بلوريال وبعدين السي واحنا نختار عشان نتلخبط لا احنا شطار ومش هنتلخبط فيرب الي avec les vêtements استخدام فيرب الي مع الفيتمون لما بقول ساتو تو فين هنا فيرب الي هو ده ففيرب الي مع سا ويت... يبقى ساتو تو فا او ساتو تو يبقى ده لايق عليك وبيكون كونجوجي اكنه جنب الايل لما بشوف السا دي يبقى الفيرب الي ده اكنه جنب الايل بنعتبر السا دي أكنه اكنها ايل اكنها ايل سا تو Maintenant, on va faire l'application et on va choisir la bonne réponse. Et ton avis sur ce look Yani? il style style avis masculin, ou il et quel un seul Quel est ton avis sur ce look Cette chemise c'est démodé féminin, ou elle est pluriel, ou elle est masculin singulier, ou elle féminin pluriel. سات سي ناخد بالنا ان في هنا سي خلتني ما اشوفش اللي انا بوصفه هي شوميز فيمينا بس ما دعوه في سي سي بلس ماسكولان سينغولي يبقى سي ديمودي بونس تو دو سو اول ما اشوف فيرب بونسي في كيستيون يبقى على طول المو انتروجاتيف ايه كوا او كو او كاسكو طب مين فيهم كوا مش هتنفع علشان كوا بتيجي في نص الكويستيون او في اخر الكويستيون عندي كيو وعندي كاسكو اشوف الفيرب في مكانه ولا متشقلب لو متشقلب بتبقى كيو لو في مكانه تبقى كاسكو هنا الفيرب في مكانه الطبيعي ان السوجي الاول وبعدين الفيرب لا انا عندي هنا الفيرب وبعدين السوجي يبقى متشقلب علامه التيري دي معناها ان في انفرسيون الفيرب جه الاول يبقى على طول كيو كو, كو بونس دو سو بول ايه رايك في البول ده « Vous trouvez cette chemise ?» Alors, je vois le verbe « trouver » fait question. Il Comment vous trouvez cette chemise ?»« Mais un il fait froid. » Il veut faire une démonstratif? Il dit « Je veux féminin ou masculin. » La première chose que je vois, commence par une voyelle. La première, c'est « vou » féminin ou masculin La un masculin. يبقى ماسكولا واولها فويال يبقى ست اللي بتي واحدة مي ساتا نوراك في فوا البس الجاكيت ده الدنيا برد اون فا ابروندر لي زاد بوكو اتري بوكو يعني كتير وتري يعني فيري هنعرف امتى نستخدم كلمة بوكو وامتى نستخدم كلمة تري بوكو دايما بكو بتيجي مع الفيرب لما احب اكتر من الفيرب بستخدم بكو يعني اكتر من الفيرب يعني لما اقول جو mange بكو يعني باكل كتير جو ترافاي بكو يعني بشتغل كتير جو بارل بكو يعني برغي كتير يبقى انا هنا بكتر من الفعل من الفيرب يبقى على طول بكو يبقى بكو مع الفيرب جيم بكو سات بحب اوي الفستان ده إل ترافاي بكو هو بيشتغل كتير أو أستخدم verb مع beaucoup de أو de apostrophe plus non pluriel. يعني إما verb مع beaucoup بس والفراز بتخلص ما بكملش ما فيش de يعني ولا de apostrophe. أو هقول verb plus beaucoup de أو de apostrophe ووراها non pluriel يعني كلمة آخرها s. par exemple لو قلت إلا beaucoup de vêtements هو عنده هدوم كتير. بس ناخد بالنا ان بوكو على طول وراها دو حتى لو كلمه اخرها اس إلى بوكو دو فيتمون تري يعني very بستخدم تري علشان اكتر من الادجكتيف يعني اقول مثلا تري جولي يعني جميل جدا يبقى تري بلس ادجكتيف لو بول اي جولي يعني البلوفر ده جميل جدا يبقى تري بعدها لكن بوكو قبلها verb تري بلس adverb يعني مثلا لو قلت إلسا بي تري بيان هي بتلبس حلو جدا او je ما بي تري او انا بلبس بسرعة جدا فيت وبيا هنا دول adverb فلما احب اكتر في adverb هستخدم تري يبقى الكونكلوزيون بتاعتنا الملخص بتاعنا تري وراها ادجكتيف او وراها adverb لكن بوكو قبلها فيرب او وراها دو او دي ابوستروف نوطي بيان ليكسبرسيون با دو تو لما بستخدم كلمه با دو تو يعني اطلاقا اي يوتيليزي او lieu دو با بستخدمها بدل من كلمه با بور assurer لا نيغاسيون عشان ااكد على النيغاسيون اللي هو النفي اطلاقا par exemple Mon père n'aime pas du بابا ما بيحبش إطلاقا الملابس سري يعني الضيقة. نيم با تو ممكن بدل كلمة با لوحدها لا أنا بأكد عن نفي فبقول با تو. طب السؤال اللي بيجيلنا كتير إني على طول بيجيبلي أختار دو ولا دو لما ألاقي كلمة تو يبقى أنا هختار دو. با جو تو. L'interrogation, quel, quel double L, quel un seul L avec S et quel double L avec S, d'où le monde a dit. Mais que quel est le plus grand هي un seul S qui a un nom masculin singulier. Quel ma masculin singulier? Par exemple, quel look tu préfères? Quel daïmane tu تبع الناون اللي وراها الاسم اللي وراها هي بتقلده الناون اللي وراها ماسكولان سينجلي هي كمان هتبقى ماسكولين سينجلي لكن كلهم في الاخر نفس المعنى هنا لوك ماسكولان سينجلي فخدت كل الماسكولين سينجلي اللي هيبقى لوحده لو قلت جو بريفير لو لوك سبورتيف ده كده انا بجاوب على كل لوك تو بريفير ايه لوك يعني ستايل ايه الستايل اللي انت بتفضله فانا هقول انا بفضل ستايل الرياضي وكلمة لوك هنا مسكولان سينجلي فسبورتيف هو كمان الأدجكتيف جي ماسكولان سينجولي كل دبل أل بلس نون فيمينا سينجولي كل دبل أل بيبقى وراها نون فيمينا وسينجولي كل تاي فو فات تاي فيمينا وسينجولي فخدت كل دبل أل كل تاي فو فات يعني مقاسك إيه تاي دايما بتتكلم عن مقاس الملابس فهرد اقول مع تاي اي كارانت مقاسي اربعين كالنسل ال افيك اس كال اللي بقى الوحدة ومعها اس بيجي وراها نوم ماسكولان بلوريال ماسكولان بس بلوريال زي لو قلت كال فاتمان تبورت الافت ايه الهدوم اللي انت هتلبسها في الفات في الحفلة فيتمون ماسكولا وجت هنا بلوريال يبقى هسأل عنها بكال ان سول ال ومعاها اسكال فيتمون تو بورت هرد اقول جو بورت ان كوستوم اي ان شوميز هلبس بدلة وقميص كال دوبل ال افيك اس يجي وراها نون فيمينا بلوريال بار اكزومبل لو قلت كال شاسات تو شوازي يعني شاسات يعني شراب واي حاجة في رجلينا فيمينا وبلوريال فلما هسأل عنها هسأل بكل دبل ال الفيمينا البلوريال كل شواسات شوزي، يعني ايه الشراب او ايه الشرابات اللي انت بتختارها جو شوازي لي شوسيت بلو اوني هختار جو شوازي يعني هختار لي شوسيت الشرابات الزرقاء الساده وهنا بلو جات فيمينا بلوريال عشان بتوصف شوسيت واوني كمان ساده جات فيمينا بلوريال عشان بتوصف الشوسيت ثانياً الانتيغاسيون مع اون كوا pour demander matière, يعني لا ماتيير يعني الماتيريال الخامة pour demander la matière, عندي ثلاثه كويستيون بسال بيهم عن الماتيريال اول واحده اون مع فيرب اتر والفستان او الشميز او الهدوم اللي انا بسال على الماتيريال بتاعتها اون كوا اي لا رب يعني من ايه الرب ده الخامه بتاعته الماتيريال بتاعته ايه يبقى لو قال لي بور دوموندي لا ماتير هدور على اون كوا وراء الحاجه الفيتمون الهدوم او هقول كالي لا ماتير دو سيت روب كال دوبل ال مع كلمه ماتير عشان ماتير دي فيمينا كالي لا ماتير دو سيت روب يعني ايه الخامه بتاعه الفستان ده كالي لا ماتير دو سيت روب او دو كال ماتير اي سيت روب يعني من خامة إيه الفستان ده؟ طيب أي سؤال من دول ينفع في اختيارات السيتواسيون لو قال لي بور دوموندي لا عشان لو سألت عن الماتيريال طب الجرامير اللي هنا مع كوا بختار البريبوزيشن أون أون كوا إي لا روب كل دوبل لما أشوف كلمة لا ماتيير بعيني في الكيستيون كالي لا ماتيير دو cette رب أو دو كال ماتيير إي سيتراب دو قبل الكال دوبل ال طب امتى أختار كال وأمتى أختار دو كال؟ لو خيرني ما بين الاتنين امتى دي وأمتى دي؟ لو لقيت في بقية الفراز دو يبقى أنا هختار كال دوبل ال لوحدها من غير الدو لأن هي الفراز عايزة دو بس واحدة بس لو دورت في بقية الفراز فيش دو يبقى هختار دو كال اللي معاها الدو. كلهم الريبونس بتاعهم هيبقى لا اي اون سوا او اي ماتيريال المهم ان الريبونس بتاعته هتبقى الماتيريال بتاعه الهدوم لا اي اون سوا يعني الفستان من حرير كما بور دوموندي لوبينيون احنا قلنا بنستخدم كما عشان نسال عن الراي لو قلت كومون تو تروف سو سويت كيف تجد السويت شيرت ده خدوا بالكوا سويت ماسكولين فخدت سو هرد اقول جو تروف سويت اوريجينال انا شايف او اجد ان السويت شيرت دا اصلي اوريجينال اوريجينال هنا الادجكتيف ماسكولين سينغولير زي سويت maintenant on va faire l'application ta chemise A. En quoi? ولا كوا ولا كل ولا كو الحاجه الهدوم مع فيرب ات يبقى على طول اون كوا يعني الماتيريال بتاعته ايه ايه فوتر تاي تاي فيمينا يبقى على طول كال دوبل ال كالي فتر تاي تو بو مارشي فيت عايز بوكو ولا بلو دو ولا تري ولا بون احنا خدنا اني تري او بوكو طب مين فيهم هشوف اللي بعديها فيت ده ادفرب مين اللي كانت مع الادفرب تري تو بو مارشي تري vite ممكن تمشي اسرع او بسرعه جدا اوليفيي ترافاي أوليفييه بيشتغل بوكو ولا تري؟ أوليفييه ترافاي بوكو، الاختيارات التانية أ دي ما ينفعوش خالص. أوليفييه ترافاي بوكو يعني بيشتغل كتير مع ال بستخدم بوكو. إن ماتيير إي سو بول ماتيير فيمينان يبقى هتاخد على طول إيه؟ كال دوبل إل إن كال ماتيير إي سو بول إيه الخيمة بتاعت البول ده؟ pour demander la couleur d'un vêtement en dit pour demander يعني عشان نسأل عن, الكلار, عن اللون عن لون الواتمان pour ما بتبقاش في حد بيسأل وحد بيرد لأ pour بشوف الفرب اللي بعديها لو قال لي demander يبقى أنا عايز سؤال لو قال لي parler يبقى أنا عايز جملة فأشوف الفرب اللي بعديه pour demander يبقى عشان أسأل عن اللون بتاع الهدوم هنقول إيه c'est quoi la couleur de ta robe? أو كالي لا كولور دو تون جيلي يبقى في طريقتين بس بيهم عن الكولور عن اللون يا إما هقول سي كوا لا كولور أو هقول كال دوبل ال مع verb اتر وكلمة كولور كالي لا كولور دو تون جيلي ما هو لون الجيلي بتاعك أو سي كوا لا كولور دو تا رب طب الجرامير الموجود هنا إني لو لقيت سي مع كلمة كولار يبقى المو انتروجاتيف اللي في النص هنا هي كوا لكن لو لقيت المو انتروجاتيف في أول الكيستيون وموجودة كلمة كولار يبقى كال دوبل أل بور دوموندي لوبينيون بور دوموندي يعني عشان أسأل لوبينيون يعني الرأي عشان أسأل عن الرأي سور ليفيتمون عن الهدوم هنقول إيه يبقى أنا عايز كيستيون عندي كالي تون أفي أو كال دوبل إل مع تون أوبينيون أو كومون مع فيرب تروفي أو كو مع فيرب بونسي كو بونس تو كالي تون أفي سور سو بول ما هو رأيك في البول ده أو كالي تون أوبينيون سور سيت روب ما هو رأيك في الفستان كومون تو تروف فيست كيف تجد الفيست ده كو بونس تو دو ما تونو إيه رأيك في الطقم ما تونو يعني طقم أو زي تو دوموند أنت بتسأل تدي إنت بتقول يعني أنا عايزة السؤال أو عايزة طلب demand معناها ask يا إما سؤال أو هطلب نكمل بقية الفراز ونشوف هي طلب ولا سؤال تدمند أتون أمي ديكرير سي فاتمان بتطلب من صاحبك إنه يوصف أو بتسأله إنه يوصف الهدوم بتاعته هيقول إيه؟ كمان إيه تون نوفو بنتالان؟ كومون ايه تون نوفو بونطالون يعني ايه عامل ازاي البونتالون جديد بتاعك نوفو دي يعني جديد او هقول كال فيتمون تو بريفير بورتي ايه الهدوم اللي انت بتفضل تلبسها بريفير بورتي يعني تفضل تلبسها ما ننساش ان فيتمون ماسكولا هنا بلوريال يبقى هتاخد كال ان سول ال مع الاس tu إنفورما ton copain يعني to inform يعني انت بتعلم صاحبك تو دي انت بتقول بتعلم يعني انا عايزه فراز to inform ton copain انت بتعلم صديقك de ton عن رايك sur son look على الستايل بتاعه رايك في الستايل بتاعه بتقول له يعني رايك هتقول ايه Je n'aime pas ce look. رأيي ممكن يكون عجبه يعني حاجة عجباني أو حاجة مش عجباني. Je n'aime pas ce look يبقى مش عاجبني الستايل ده، سا سي ماش. الستايل أو ده قبيح، ساتو تري بيان يعني ده لايق عليك جدا، بور دوموندي لو بري يعني دوموندي لو بري يعني أسأل عن البرايس عن السعر دي فيتمون، عن سعر الهدوم هقول ايه الكيستيون بتاع البرايس بتاع البري سو كوستوم سي كومبيان يبقى أول حاجة أدور على سي كومبيان يبقى على طول بيسال عن السعر بس هنا هو حدد ما يبقى ادور في بقيه الفراز أنه هو بيتكلم عن هدوم عشان ممكن يجيب لي اي حاجه تانية غير الهدوم سي كومبيان بتسال عن السعر او كومبيان كوت سات فيست يعني كم سعر الفيست ده او كالي لو بري دو سات روب ما هو سعر او ايه هو سعر الفستان ده امتى هختار كال ان سول ال لما الاقي كلمه بري موجوده قدامي في الكيستيون يبقى عندي ثلاث طرق سي كومبيا كومبيان كوت وكالي لو بري الجرامير اللي هنا اني مع كلمه بري كال ان سول ال لو لقيت سي و سي يبقى سي كومبيان لو لقيت كومبيان بس من غير سي يبقى في النص هنا كوت كومبيان كوت سات فيست او لقيت كوت يبقى هختار لها كومبيان أو magasin de vêtement يعني في محل الملابس، لوفوندور البياع سينفورم بيستعلم سير تا تاي، بيستعلم عن إيه؟ عن مقاسي في الهدوم، إل دي هيستعلم يقول إيه؟ سينفورم، إل دي هو بيستعلم هو هيقول يبقى عايز سؤال. كال تاي فو فات، إيه؟ السؤال عن التاي بكال دوبل ال، تاي فو أو Quelle est votre taille, ou quel double L, ma votre taille. D'accord, il se faire sur maïs. Maintenant, on va faire l'application et on va choisir la bonne situation. Tu admires la tenue d'une copine. Yani, tu admires. Yani, tu dis, il y a une phrase. Tu la tenue d'une copine. Tom صديقة إن كابين دي بنت طقم صديقة هتقول إيه سي فيتمون سون ماش يعني قبيح وهنا بيقول أدمير يبقى ماش دي مش معايا ما تنفعش أدمير يعني يعجب سا تو مش لايق عليك إطلاقا يبقى دي كمان ما تنفعش سون لوك إي سوبر الستايل سوبر أو هقول إيل بورت توجور على مود بيلبس على طول على الموضة الاتنين دول بوزيتيف يعني ينفعوا مع كلمة ادمير ان دي حاجة معجب بيها، بس في حاجة واحدة اللي هتخليني اختار نميرو سي بس سون لوك ايه سوبر. ايه دي الحاجة اللي هتخليني اختارها؟ ان دي بيقول ايه البارت هو يلبس او هو يرتدي على الموضة، لكن انا هنا بتكلم عن بنت ال يبقى دي مش معايا خالص، هتبقى سون لوك ايه سوبر، الستايل بتاعها سوبر. تو بارل انت بتتكلم تو دي انت بتقول بتتكلم عن ايه عن الميول بور لا مود ميولك عن الموضه اول ما اشوف جو يبقى فيرب دي جو او ادجكتيف بوزيتيف ادجكتيف بوزيتيف ادجكتيف حلو يعني مش ادجكتيف وحش نيجاتيف هنا بيقول تو بارل تو انا عايز فراز عايز جمله يبقى الكيستيون ده مش معايا خالص طب فين هنا اللي بيدل عن الجو على الموضة؟ لو قلت سينول سينول يعني سيء، لو قلت جيم بوكو لي روب ابوا أو هقول سي تريزيليغون تا يعني ايه سينول يعني سيء بحب أوي الفساتين المنقطة أو سي تراب تا الرب بتاعك ده أنيق أوي الفستان ده أنيق أوي فين هنا ميولي على الموضة؟ مفيش غير جيم بوكو لي روب ابوا جو يبقى فيرب دي جو جيم بوكو لي ابوا il fait froid tu يعني il يعني الجو برد هتقول ايه علشان الجو برد اكيد هدور على اي حاجه ليها علاقه بالبرد هدوم تقيلة مايو دو با ما ينفعش تي شيرت ما ينفعش شورت ما ينفعش جو مي ان مونتو يعني مونتو يعني كوت بالتو جو مي ان مونتو تو اكسبليك يعني اكسبليك يعني بتشرح ااتونامي تو دي تو اكسبليك تو دي يبقى انا عايز جمله شو اكسبليك ااتونامي بوركوا تو بريفير لي دو مارك يعني بوركوا يعني واي لماذا تفضل الملابس الماركه بوركوا تو بريفير لي دو مارك ليه بتفضل الملابس الماركه هو هيقول ايه بتفضل يبقى لازم الكلام اللي هيقوله هيكون بوزيتيف كلام كويس عشان هو بيفضل يبقى لو قريت كده ils سون دو بون كاليتي يعني دو بون qualité يعني الكواليتي يعني بتاعتهم كويسه ils سون دي موديه مش على الموضه sont سون chers غاليين قوي ils سون ماش ماش يعني قبيح مين هنا هينفع مع بريفير لازم يكون بوزيتيف اول واحده ils سون دو بون qualité الكواليتي بتاعتهم كويس تا فوازين يعني جارتك سان فورم تو دي هي بتستعلم انت رديت يبقى انا عايز فراز تستعلم عن ايه لي موتيف de تي vêtements؟ يعني موتيف يعني النقشه يعني ادور على كلمه ريور و كارو فلوري او افلور طب فين هنا الموتيف ال دي les هنا مفيش موتيف خالص جو في دي 38 يعني دي هنا بتقول التاي بتقول المقاس جملة لي شميز اريور موتيف أي أنا بحب القميص ال أو القمصان المقلمة سو مو فا تري بيان البول ده لايق عليا قوي بس ما فيهوش موتيف يبقى على طول هقول جملة لي شميز اريور عشان هي بتستعلم عن النقشة عن الموتيف فوندور يعني البايع تو دوموند بيسألك لا ماتير دانفاتمون الماتيريال بتاعت الهدوم تو ريبون انت هتجاوب ريبون <applause> يعني انت هتجاوب يبقى يعني انا عايز اجابه على طول يعني اول واحده دي مش معانا البياع بيس... بيسالني عن الماتير بتاعت الهدوم الماتيريال بتاعت الهدوم انت هتجاوب تقول ايه هتقول الماتيريال فين هنا الماتيريال جو شيرش اون روب اون كوتون انا بدور عن فستان قطن اون بار لي ايميل سالو يعني بيسلم عليه زي ما يكون بيقول له مثلا هالو جادار les robes en coton et toi? انا بحب الفساتين القطن وانت? Je n'aime pas la mode et ما بحبش الموضه وانت? Quelle couleur préfères-tu? ما هو لونك او الوانك عشان هنا في بلوريال ايه هي الوانك المفضله؟ طب هنشوف هيرد ازاي سالو هيرد عليها بسالو جادار les robes en coton et toi? لما يكون الكيستيون عندي اخره إيت لازم الاجابه تبتدي عندي بموا ممكن اقول موا واغير اللي هو بيقوله يعني اقول ماتيريال تانية غير اللي هو قالها او اقول موا او سي يعني انا ايضا وانقل نفس الكلام او اقول نفس الماتيريال موا او سي يعني وانا ايضا جم لي ان كوتون انا ايضا بحب الملابس القطن Je n'aime pas la mode <سؤال> et toi? الكيستيون بتاعك اتوا يبقى انا هرد بموا هنا هو قال Je n'aime pas la mode et toi انا رديت بموا يبقى لازم ارد بعكس اللي هو قاله هو قال Je n'aime pas la mode انا ما بحبش الموضه وانت فانا رديت قلت له انا بحب الموضه مواج جادار لا ده عكس اللي هو قاله هو قال Je n'aime pas انا قلت "جادار" Quel couleur préfères-tu? ايه الالوان المفضله ليك؟ هستخدم التو هتبقى جو وهشيل الاس فهتبقى جو بريفير لو مع الالوان جو بريفير لو بلو اي لو روج انا بفضل الازرق والاحمر بونجور كالفيتمون تومي اون ايفير إيه هي الملابس اللي بترتديها في الشتاء اون يعني في الشتاء اون في الصيف اي او برنتون في الربيع بونجور هيرد عليها بونجور كالفاتمون تومي اونيفر يبقى هقول فاتمون تقيلة هدوم اللي بلبسها في الشتاء اونيفر هجيب كلمه اونيفر وان هنا في الاول التو بتتحول لجو ومي بتفضل زي ما هي جو مي ديبول بلبس بلوفرات وهنجمع الكلمه عشان ما ننساش أن ولا اون ما ننساش فمينا ولا ماسكولا فنجمعها ونحط اس في الاخر اونيتي جو مي des t-shirt à manches courtes en coton هل بستيشرت وهنا برضو جمعت كلمه تيشرت وزودت الستايل بتاعها ان هي آمانش كورت يعني بنص كم اون كوتون يعني قطن اي او برنتون في الربيع او برنتون هنقل كلمه او برنتون جيم بورتي بحب البس دي فيت مو افلار يعني ايه دي فيتمون افلار يعني فيتمون هدوم فلوري مشجره بارلي دي vêtements دو تي كوبان ده السجي الباراجراف اللي بنكتبه يعني بارلي دي vêtements دو تي كوبان اتكلم عن ملابس اصدقائك صحابك وهنا كوبان كلهم ولاد مفيش بنات تي كوبان موتيف وافي عايزني اتكلم عن الموتيف يعني الديكوريشن النقشة أفي يعني هقول رأيي يبقى هقول لابسين إيه والنقشة بتاعتها ورأيي في الهدوء لا شميز دو مارك الشميز بتاع مارك اي تري شيك انا كده قلت رايي تري شيك يعني شيك قوي اي اريور يور, يور هي دي الموتيف يعني مقلم لو بونتالون اوني دو بول البونتالون السيده بتاع بول Est trop serré. D'ailleurs, ah oui. Trop, yanni, very. Ou serré, yanni, d'ailleurs. C'est nul. C'est nul, yanni, ça y est. Les vêtements de Jean, Hedoum, Jean, sont de marque. Il Hedoum, Betaye, Jean, marquette, de marque. Le t-shirt de Pierre, et le t-shirt de Pierre est démodé, « Mais je à l'mode. Et à poids, ou m'not. Décris ta tenue. ممكن يجيب لي باراجراف بيقول لي اوصف الطقم بتاعك يعني اوصف الهدوم اللي انت لابسها وعايزني اقول الماتير يعني هقول الماتيريال وهقول الكولار يعني هقول لونها جام فيتمون دو مارك هبتدي اقول جامل فيتمون دو مارك بحب ملابس الماركه جو بورت انا ارتدي ان شوميز بلانش كده قلت اللون والكولار تابعة للكلمة اللي أنا بوصفها شميز فيمينا فبلانش بقت فيمينا زيها أمانش لونج بكم طويل أن كوتون دي الماتيريال الماتير أوتن اي ان بونتالون بلو أنجين جين و ازرق جينز أنجين يعني جينز خدوا بالكو ان كوتون في الإنجليش دبل تي لكن في الفرنش تي واحده بس فما تنسوش Ma taille est 3, mais ici, telle est, c'est super. Merci pour votre attention et à la prochaine fois. Au revoir.